جسمهم كإنسان والقلوب شيطان جسمهم كإنسان والقلوب شيطان للدماء وسوسا أي فكر أموي في الزمان طائج أي إسلام غريب أنتجته داعش أي فكر أموي في الزمان طائش أي إسلام غريب أنتجته داعش أي خلق نبوي بالدماء يناطج قاتل الرحمن كفرا بالضلال عائش قاتل الرحمن كفرا بالضلال عائش قوم جاهلية قتلوا الرعية قوم جاهلية قتلوا الرعية وأباحوا الدماء تاجروا بديني حاربوا يقين تاجروا بديني حاربوا يقين والضحايا شهداء والضحايا شهداء لم يزل فكر صغيرا في الزمان حال لم يزل حي بنا من قاطع الأغراض كلما حدث جرح عن فعاله قلت ما جرهم في أمتي أولئك قلت ما جرهم في أمتي أولئك شوهوا الديانة خانوا الأمانة وبهم حقد رسا جسمهم كإنسان والقلوب شيطان للدماء وسوسا للدماء وسوسا أي فكر في الزمان طائج أي إسلام غريب أنتجته داعش أي خلق نبوي بالدماء يناطج قاتل الرحمن كفرا بالضلال عائش قاتل الرحمن كفرا بالضلال عائش قوم جاهلية قوم جاهلية قتلوا الرعية قوم جاهلية قتلوا الرعية وأباحوا الدماء تاجروا بديني حاربوا يقيني تاجروا بديني حاربوا يقيني والضحايا شهداء والضحايا شهداء والضحايا برفع العلم وإن ما تبقون من الأضياء ألوف عليه تؤدي القسم ألوف عليه تؤدي لا فتى إلا على ناصر لا فتى إلا عليه فقل إن وقصيدي انتجل فإن وعنا توقيفكم فاسألوا سلك الباب نحو بابنا ينصروني عاد يقتص من الأحداث دوني ومثل طه والوصي مكسرا إلى الصنم ومثبت فوق العلم
شهيدا مسبقا جورا وعمدا السلام يا قتيل يا شهيد اسال الله بحقكم ومنهي حبها بالقلب يقطعه الوريد يا ربنا يا ربنا اكشف الهي للعنا وعجل حسيني انا اسمح عدوي اغاري من زرق حالك همج الجوف من رعاه اموي وطيبه كذا البخيل طوس وطاق